يبقى تاني بنتكلم مع بعض عن ايه؟ بنتكلم مع بعض عن حاجة اسمها adverbs of frequency. ايه هي adverbs of frequency؟ هي الكلمات اللي بتدل على التكرار. الكلمات اللي بتدل على الايه؟ التكرار. وبما انها بتدل على التكرار يبقى لازم تيجي مع التنس الخاص بالتكرار. هو مين الزمن اللي بيعبر عن التكرار؟ ايه التنس اللي بيعبر عن التكرار؟ زمن present simple. زمن present simple. لان احنا واحنا بنتكلم عن present simple قلنا we use a present simple tense if we want to express, يعني علشان نعرف action that happened as a fact or a habit, يعني بيحصل كعادة او كحقيقة. اوكي؟ اوكي. وبما ان حاجات حقيقية يبقى بتتكرر, وبما ان حاجات انا متعود اعملها يبقى بتتكرر, يبقى لازم يجي معاها كلمات تدل على الايه؟ على التكرار. عشان كده بيجي معاها حاجة اسمها adverbs of frequency, يعني كلمات بتدل على التكرار. أول واحدة قلناها مع بعض هي every. وقلنا every بتيجي مع أي حاجة. Every year كل سنة. Every day كل يوم. Every month كل شهر. Every week كل أسبوع. Every summer كل صيف. Every winter كل شتاء. Every birthday كل عيد ميلاد. Every شم النسيم كل شم نسيم. Every hour كل ساعة. Every minute كل دقيقة. يبقى every بتيجي مع كل حاجة. وبما ان افري عندها القوة دي انها تيجي مع كل حاجة, فبرضو عندها القوة انها تيجي براحتها يا في بداية السنتنس يا في نهاية السنتنس. يعني في اول الجملة او في اخر الجملة. فاقدر اقول every day I go to school او I go to school every day. تاني ها every day في الأول أو في الآخر أو في نهاية السنة. أما sometimes
زمان verb يعني قبل الفعل الاصلي ده المكان العادي زي اخواتها بس كمان ممكن تيجي في بدايه الايه السنتنس برضه تيجي في بدايه السنتنس فانا عايزه اقول بصراحه انا ساعات بساعات بغسل سناني مش كل يوم ساعات او ساعات لا يبقى Sometimes I wake up. Sometimes I brush my teeth. طب غيرني مكان sometimes. You sometimes brush my teeth. I sometimes brush my teeth. آخر واحدة معايا هي never. آخر واحدة معايا هي never. Never معناها أبدا. الحاجة دي ما بتحصلش. يعني never دي بتساوي don't وبتساوي بتساوي دوت وبتساوي ايه؟ بتساوي دوت وبتساوي ايه؟ يعني احطها هي دوت ودازنت مع بعض؟ لا يا احطها هي يا احط دوت يا احط نيفر يا احط دازنت الاثنين مع بعض ما ينفعش. طيب هي نيفر بتيجي مع مين؟ مع كل ودي اسهل ودي الاكثر استخداما اوكي؟ الاكثر استخداما I never انا عمري ما عملت واجبي I never do my homework طب هي عمرها ما عملت مرتب واجبها؟ She never does her homework. Okay؟ أنا عمري ما عمت. I never swim. She never swims. He never swims. It never swims. We never swim. You never swim. They never swim. يبقى never بتيجي مكان النيجاتيف وبرده بيفور زمان فيرب يعني قبل الفعل الاصلي وبرده نيفر بتيجي للتعبير عن لا النيجاتيف لكن ما بتشفطش الاس يعني بيجي بعدها الفيرب فيه اس او ما فيهوش اس على حسب السبجكت الموجود يبقى لو انا عايزه اصرف فيرب زي فيرب run وعايزه اقول انا عمري ما بقدر اجري ما بجريش خالص انا ما بجريش. I never run. برافو I never run. طب شيل never وحط don't يبقى I don't run. عادي الاثنين بنفس المعنى ونفس الحاجه. الفرق ان انا لو حطيت never بحط الجمله زي ما هي ما بغيرش حاجه. لكن لو حطيت don't او حطيت doesn't لازم الفيرب اللي يجي بعدها ما يبقاش فيه ايه؟ اس ولا كده. تمام؟ تمام. You got it؟ Okay. Yes.